سنبدأ رحلتنا هذا الأسبوع من منطقة عسير زهرة الجنوب السعودي بزيارة قصر وقرية المقر للحضارات في محافظة النماص، قصر يقع بين مدينتي أبها والباحة. تفضلوا معنا. قصر المقر عبارة عن قرية تراثية تحفظ فيها الآلاف من المخطوطات والقطع التراثية والزخارف الإسلامية. يجسد قصر المقر حضارة الأندلس والعصر العباسي في فن الزخرفة والنقش، ويختزل الحضارة الإسلامية من الصين شرقا وحتى غرب إفريقيا ليكتنز 20,000 قطعة أثرية. يحتوي هذا القصر على سردا لتاريخ المخطوطات الإسلامية في الطب والفلك والرياضيات وعلوم الفرائض واللغة العربية والمذاهب الإسلامية، ويوجد في هذا المكان أكثر من 200 مخطوطة للقرآن الكريم، منها 120 مكتوبة بالعنبر ومشكلة بالذهب، كهذه المخطوطة التي يزيد عمرها عن 1200 سنة. في ساحة القصر الخلفية شقق واستراحات لخدمة الزوار تطل على سهول تهامة، إذ بإمكانك عزيزي السائح الإقامة في هذه القرية التراثية لتنعم بالأجواء الصيفية النقية وحسب موسم زيارة المنطقة. من قرية المقر ليث بزاري، العربية، منطقة عسير.